السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في فيديو جديد. اليوم في الفيديو غادي نحضروا لي شوسون بالكفته، وغادي نحضروا لي كيش بالخبز ديال التورتيلا او خبز تاكوس. وكنتمنى الحلقه تعجبكم، بقاو معنا. غادي نديروا شويه ديال الزيت فواحد المقيله، باش غادي نشحروا شويه البصله وشويه الثوم وشويه ديال الملح. من بعد ما كتنزل البصله كنزيدوا عليها لادان مقطع رقيق وشويه القزبر ومعدنوس، وكنخليوه كيتشحر مزيان. ومن بعد نزيدوا عليه معلقه ديال سكينجبير ومعلقه ديال الابزار. ملي كتطيب لينا الشرموله كندوزو الخبز ديال التورتيلا او الخبز ديال الباكوس، كنقطعوه على شكل دوائر كما كتلاحظوا. بعد كنديروهم في المول ديال لي مادلين. انا هذه الفكره كنت شفتها وبغيت نجربها وبغيت نشاركها معكم، غير استسمح حيت ما كملتش الفيديو حتى الاخر ملي غنبقي نعمرهم وغادي نخشيهم في الفران. من بعد هذه المرحله كندير الحشوه اللي صايبت، وكندير لاباراي معلقه كبيره من لاباراي. لاباراي اللي انا مصايبها بجوج بيضات وربع كاس ديال الحليب وشويه الملح وشويه ديال الابزار. من بعد كندير الفرماج من الفوق وكنحك عليهم شويه الزعتر وكندخلهم الفران. كما كتلاحظوا ها هما كيجيو وكيجيو لذادين وزوينين بزاف، كنتمنى تجربوهم. كندوزو العجين ديال لي شوسون اللي كنحتاجو فيها معلقه صغيره من خميره فوليه وملحه وزعتر وخميره حمراء وكاس ديال الحليب وكاس ديال الزيت، وكنخلطوهم مزيان وكنجمعوهم بالدقيق. من بعد كنجمعوا العجين كما كتلاحظوا تدخل مرفوفه شي شويه، وكنغطيوها بلاستيك غذائي وكنخليوها واحد نص ساعه ترتاح. من بعد كنطلقوها وكنقطعوها دوائر كما كتلاحظوا، وكنحطوا الحشوه. هذه الطريقه راه كلشي كيعرفها. الحشوه انا ما شاركتهاش معكم حيت درت غير الحشوه ديال الكفته عادي، شحرتها مع بصيله وزدت عليها حتى الاخر وزدت عليها فرماج محكوك. من بعد كنقادوها بهذه الطريقه وكندهنوها بالبيض وكندخلوها للفران.
هادو هما لي شوسون كما كتلاحظوا جايين زوينين وجايين هشاشي. كنتمنى تجربوهم هما وليكيش، ونخليكم على خير فيديو اخر ان شاء الله.